من رابط من نرصد تحركات الجيش بنشوفه، يعني مثلا تحرك فردي يعني نقنص، انا شغلتي قنص، واذا صار مثلا اقتحام علينا او شيء بنعلم الشباب على القبضة. البنايه الحمراء، البلاكين الحمر، بس البلاكين الحمر، البلاكين على الجنب، طلع شلون البلاكين على الجنب، هي في القبل الاخير في اثنين عم ضلوا شيء طلع. متزوج وعندي طفله، اتجوزت عند الاصابه، اصابه كانت عندي خفيفه وتجوزت الحمد لله، وطبت يعني بحاله شو اسمه طبت، ورحت كنت رجعت على الجبهه ورجعت صوبت وانبترت اجري، انبترت اجري من شيء 7 شهور الحمد لله، الصوبت وانبترت ما لحقناها. بين عليك شيء سمبل خليك ريصل. كنا باقتحام خالدية وضربت دبابة، قذيف الدبابة قطعت اجري، طلعتها اجري ولا قطعها بالارض. طب شلون تدبر امورك، تطلع تروح تيجي ترقد؟ فركز مثل اجن هاي تقريبا اجن هاي، بمشي عادي وبرقد عادي، بمشي فيهم وبجي فيهم بروح طلعياتي بقيتين عادي، يعني ما عندي مشكله ما يزعل انا. طب ما حاولت تركب طرف اصطناعي؟ ركبت ودخلت طريق مرصود، ضرب يا قناص يا كسر، بعد ركبت حيطة بالبيت شلفة. ما بنحسن لا نقتحم، ما بنبرك بالبيت، يعني إذا ما بنحسن نقتحم بنضل هون على الجبهة، بضربوا كيماوي الأطفال وبنتهكوا الأعراض وبضربوا براميل على المدنية وعلى العالم وعلى الها وبقتحموا وبغتصبوا النساء. نحن نبرك بقينا 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 وجهنا نبرك بالبيت، شيء قلبنا ما بطاوعنا نبرك بالبيت. سلام عليكم.